فاطمة، صباح النور يا فاطمة. صباح الخير على كيفك جميع اليوم؟ المتابعين. وكيف أجواء عمان؟ أهلا أهلا. كتير حلوة، بلش الخريف. يلا كتير منيح، هلا بلش الجو هيك بيكسر الشوب. يعني فاطمة، هيك هالأجواء الجميلة دائما بتحلنا أنه نتحدث عن المواضيع الصحية والطبية، لأنه يعني كل شيء مرتبط ببعضه. الكوليسترول في له نوعين، نوع ضار ونوع مفيد، بدي تخبرينا عنهم من فضلك قبل ما نفوت بالتفاصيل يعني بشكل أكبر. صباح الخير على جميع متابعين محطة العربية. الكوليسترول يعني عشان نكون واضحين، هو من المواد اللي لها دور أساسي في الجسم، يعني هو بشكل جزء كبير من تركيب الخلايا في الجسم. أيضا هو يشكل التركيب الأساسي للكثير من هرمونات الجسم، وخصوصا هرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية. ما بنقدر نتغافل عن دوره المهم. نعم. هلأ الجسم بيقدر يفرز 3/4 الكمية من الكبد بشكل طبيعي، وباقي الربع اللي احنا بنحتاجه بناخده من الأغذية اللي احنا بنتناولها. نعم. لكن المشكلة بتصير لما احنا نتناول كمية زيادة عن الحاجة، هون بتصير المشاكل الصحية. يعني طول ما احنا عم ناخد الكمية المناسبة لجسمنا، طول ما هو الكوليسترول صحي ومفيد، وإذا زادت هذه الكمية عن احتياج جسمنا يصبح الموضوع بسبب أضرار صحية. نعم. طيب إذا يعني هيك بنستشف من كلامك أنه اللي بيرفع من مستوى الكوليسترول بشكل عام هو تناول الإنسان للمواد المحتوية على الكوليسترول من الخارج، صح؟ نعم، هاي احنا بنعتبرها العوامل البيئية اللي هي التغذية. نعم. ما بنقدر نتغافل ايضا عن دور العامل الوراثي، ايضا بيلعب دور. اذا في بتاريخ العائلة اشخاص مصابين او بيعانوا من ارتفاع بالكوليسترول، ايضا هذا عامل ممكن يسبب انه يرفع الكوليسترول. وايضا نسبة انتشاره بين الذكور اكثر من الاناث، فهذا العامل بدنا ننتبه منه. نعم. الان بالنسبة للعوامل البيئية اللي هي مثل طبيعة النظام الغذائي أو النشاط الحركي، أيضا هاي بتزيد فرصة الإصابة بارتفاع الكوليسترول. نعم. طيب فاطمة، يعني بنعرف أنه المقالي، بنعرف أنه الوجبات السريعة هي من أسباب ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، هل هذا صحيح؟ نعم. الكوليسترول مصدره دائما من مصدر حيواني، ما في مصادر للكوليسترول نباتية، وبالتالي رح نلاحظ أنه أكثر الأغذية تركيزاً بالكوليسترول هي أغذية حيوانية مثل اللحوم الحمراء، بعض الأصناف الأغذية البحرية مثل القريدس، المحار، وأيضاً البيض، الزبدة، منتجات أخرى من الشحوم الحيوانية، هاي غنية جدا بالكوليسترول. نعم. طيب فاطمة، دائما وبالتالي هيك احنا بنقدر نحكي انه تفضلي الأغذية ايضا الجاهزة مثل اللي بتحتوي على اللحوم مثل البرجرز، المقالي، هاي ايضا مصدر كبير للكوليسترول. نعم. طيب فاطمة، ببعض الأحيان بنسمع انه بعض اختصاصيين التغذية لما بيحكوا انه هذه المأكولات لديها الكوليسترول الصحي، هل هناك كوليسترول صحي يعني بعيدا عن نسبة وجوده بالجسم او اذا كان زيادة عن الحد او لا؟ بالتأكيد. الان الكوليسترول عدة انواع، في تصنيف عام اللي هو الكوليسترول الكلي، هذا بيتم تقييم وضع الكوليسترول بالجسم، ولكن عشان نكون اكثر تحديدا، هناك الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار، وهي عبارة عن البروتين اللي بنقل الكوليسترول بالجسم. الكوليسترول النافع أو الـ HDL لما نقرأ الفحوصات، هو الكوليسترول اللي بنقل أو البروتين اللي بنقل الكوليسترول من الجسم إلى الكبد عشان يتحلل ونتخلص منه، يعني هو بيساعدنا أنه إحنا نقلل مستوى الكوليسترول الضار. نعم. بالمقابل الكوليسترول الضار هو اللي بنقل الكوليسترول في الجسم، وخصوصا الأوعية الدموية، وهو اللي بيسبب التصاقه بالأوعية الدموية وعمل مشاكل صحية من ضمنها انسداد الشرايين أو مشاكل القلب. نعم. وبالتالي احنا
كثير بنكون حريصين انه نرفع مستويات الكوليسترول الجيد الـ HDL، وهي لازم تكون أكثر من 60 ملي جرام لكل ديسيليتر في الدم. نعم، وبالتالي خفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، الضار أقل من 130 طيب ملي جرام لكل ديسيليتر. وهنا بيت القصيد مثل ما بيقولوا، إذا بدنا نبدأ أنا وأنت بالمأكولات اللي بتساعد بتخفيض مستوى الكوليسترول الضار. هلا بشكل عام اكثر الاغذيه اللي بتساعد على تقليل مستويات الكوليسترول هي الاغذيه الغنيه بالالياف، وايضا الاغذيه الغنيه بمضادات الاكسده، لانها بتقلل من امتصاص الكوليسترول بشكل عام. ايضا انها بتحسن جوده الاغذيه، لانه احنا اذا زاد اعتمادنا وتركيزنا على الالياف، الخضار، الفواكه، الحبوب الكامله، هذا بقلل من اعتمادنا على المنتجات خلينا نقول الحيوانيه اللي هي غنيه بالكوليسترول، فبصير زي اتزان في توزيع المجموعات الغذائية في حميتنا الغذائية. عشان نكون أكثر تحديداً، الأغذية أيضاً اللي بتزيد مستويات الكوليسترول النافع اللي هي أغذية وخصوصاً الدهون من مصدر نباتي غالباً مثل الأوميغا 3 والدهون الغير مشبعة، هاي إذا كانت أغذيتنا غنية فيها بتساعد على توازن مستوى الدهون النافعة إلى الدهون الضارة. نعم. من أمثلتها بذور الكتان، السالمون، زيوت مثل زيت الكتان أو دوار الشمس، أو أكثرها زيت الزيتون والأفوكادو. نعم نعم. طيب وعليه يعني إذا ما تحدثنا أيضا عن مشروبات بتساهم بتخفيض نسبة الكوليسترول الضار، هل هناك مشروبات معينة؟ أكيد بالتأكيد، بس في البداية لازم أؤكد على شيء، إحنا لا يمكن الاعتماد فقط على هذه المشروبات أو الأغذية اللي بتزيد الكوليسترول النافع. الأساس تبعنا أنه نعدل الحمية الغذائية ونعدل النشاط الحركي. بمساعدة هاي المشروبات كمجمل نظام حياة، هاي بتساعد أنه نقلل الكوليسترول. نعم. من أمثلتها الشاي الأخضر، وهو الأكثر شيوعاً، بيحتوي على مضادات أكسدة من أمثلتها الكاتيكنز. هلأ في دراسات أثبتت على فئران المختبر أنه قللت نسبة الكوليسترول الضار لنسبة 14% خلال 56 يوم. نعم. وقللت أيضا مستوى الكوليسترول الكلي لحد 40%، وهي قراءات ممتازة. أيضا مشروبات رائعة اللي بتساعد على تقليل الكوليسترول عندنا مشروبات الشوفان مثل ماء الشوفان أو حليب الشوفان. نعم. أيضا عندنا شراب أو عصير الطماطم لأنه بيحتوي على مضاد الأكسدة اللايكوبين. مشروبات التوت مثل التوت الأسود والأزرق والفراولة، أيضا هي غنية بمضادات الأكسدة. وأيضا الألياف اللي مثل ما ذكرنا أنها بتقلل الكوليسترول والكوليسترول الضار بالجسم. ممكن الكاكاو، هاي كلها مشروبات بتساعد انها تقلل من نسبة الكوليسترول بالجسم. طيب فاطمة، نعم، يعني نعم. نحن هلأ عم نتجه لحياة ربما أكثر سرعة، وجبات غذائية جاهزة، جانك فود، أصبحنا نسمع عن الأكل السريع وغير الصحي واللي بات ربما في متناول الأيدي بالنسبة للأطفال قبل الكبار. إذا ما تحدثنا عن الأطفال بالتحديد، هل بيعانوا نتيجة هذه الحياة اللي اختلفت عن من قبل من ارتفاع الكوليسترول الضار بالجسم؟ للأسف عم بتزيد حالات انتشار الكوليسترول بين الأطفال، ما كان هذا الإشي دارج في زمن قديم يعني. والسبب في ذلك لأنه في الجيل أبائهم عم بتزيد نسبة انتشار الكوليسترول، فهلأ ارتفاع مستوى الدهون بالدم أو الكوليسترول هو عبارة عن حالة وراثية يعني ممكن تنتقل للأطفال. وأيضا مثل ما ذكرتي أنه نمط الحياة عم بيخلينا نعتمد أكثر على الأغذية الجاهزة والجنك فود بالذات اللي هو في نسبة الكوليسترول عالية، ف
فاحتمالية أنه يصيب الأطفال جدا عالية، ولكن ما بنقدر نقلق إذا الأهالي كانوا متابعين للأطفال. نعم. يعني ممكن يقوموا بإجراء فحوصات بعمر معين، خصوصا من عمر 9 سنوات ل 11 سنة، وأيضا في تقييم من عمر 17 ل 21 سنة. نعم. ممكن بهذه الأعمار يعملوا لهم فحوصات اللي هي مجموعة فحوصات الدهون. نعم. عشان يتأكدوا أنه مستوياتها طبيعية، وبالتالي يعني الجميع الصغار والكبار هم بحاجة إلى حمية غذائية تكون يعني قادرة على إعادة موازنة الجسم وإعادة الكوليسترول إلى وضعه الطبيعي. الاختصاصية بالتغذية فاطمة أبو أكيد. يوسف بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. حدثتنا مباشرة من عمان.